السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نحضر معكم هاد الكيكه، كيكه يوميه اقتصاديه سهله وسريعه التحضير. راح نحضروها بدون بيض وبدون شوكولا، وتجي من اروع ما يكون. كيكه بحجم عائلي كما قلت لكم اقتصاديه، ما تكلفش وتجي بزاف بزاف بنينه. نروحوا نشوفوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. قبل ما نبدأ وما نساوش الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ على بركة الله. هنا يا في غيسيبيو عندي كاس ونص تاع الماء، كاس ونص تاع الماء. الكاس تاعي يرفد 220 مليلتر. هنا يا اللي تحب تعوض الماء بالحليب يعني راح يكون أحسن والنتيجة راح تكون أحسن. هنا يا ولا نقدروا نديروا كاس تاع الحليب ونص كاس تاع الماء. نضيف عليهم هنا يا كاس غير ربع تاع السكر، سكر عادي. نخلط مليح، هنا نخلطو حتى نشوفو هذاك السكر بدا يذوب بهذه الطريقه، وغير بالفوي برك يعني غير باليد بلا ما نخدمو بالباتور يعني، وراح تعطينا نتيجه بزاف هايله. هنا نزيد نص كاس تاع الزيت، عندي نص كاس زيت ومغرفه صغيره تاع لافاني ورشه تاع الملح. هكذا نزيدو الرشه تاع الملح ونكملو نخلطو مليح. هنا ما نخلطوش بزاف يعني غير شويه برك بهذه الطريقه. وراح نجيب هنايا صفايه ونحط، نبدا نحط في الفرينه. نحط الكاس الاول تاع الفرينه، الكاس اللي نبداو به نكملو به. نحط كاس تاع الفرينه مع مغرفه كبيره تكون معمره مليح تاع كاكاو بني، ونزيد كيس ونصف تاع خميره الحلوى. يعني ندير 15 غرام، ندير كيس ونصف تاع خميره الحلوى، نغرب لهم كامل على خطره. نزيد نص كيس يعني حوالي مغرفه صغيره تاع الخميره، تاع مغرفه صغيره تاع القهوه. نديرو كيس تاع خميره الحلوى ونزيدو مغرفه تاع القهوه. هكذا نغربلوهم. هنا لازم نغربلوهم سورتو الكاكاو كما راكم تشوفوا فيه هذوك الحبيبات، لازم نغربلوهم هنايا هكذا. ونكمل نخلط. بهذه الطريقة نزيد الكاس الثاني، ونكمل نخلط. هنا نخلط مليح يعني حتى نتحصلوا على قوام ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف. كما راكم تشوفوا هنا القوام تاعو مازال خفيف شويه، راح نزيد له مغرفه كبيره تاع الفرينه. هكذا نحط يعني غير بالعقل حتى لي نتحصلوا على القوام المطلوب. وعلى بهذه الطريقه راح نتحصلوا على قوام تاع الكيك العادي، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف. هكذا راح نجيب هنايا السنيوه اللي راح نحط فيها. هنايا السنيوه تاعي 24 على 24. نفرغ الخليط تاعي الداخل، كنت دهنتها بالزيت ورشيتها بالفرينه، والفوق تاعي راه يعني شعلته من قبل ب 15 دقيقه على 180 درجه. نحط الخليط نمشيه مليح، نحاول كيفاش نخبطو بهذه الطريقه باش هذاك الهواء كامل يخرج، ونحطها في الفرن. يعني ما فيها لا بيض لا والو، يعني جوست تنشف ونخرجوها، ما نخليوهاش تطول بزاف يعني 10 دقائق ولا، ونخرجوها. كي ندخلوا فيها موس ولا كوردون نلقاوه ناشف نحيوها. هكذا هنايا كيما راكم تشوفوا جبت كيودون وتقبتها كامل، ونجيب كاس تاع الحليب ونحط فيه زوج مغارف تاع الكريم دي ساهادة تاع الشوكولا وشويه تاع السكر باش ما يجيناش صامط. كيما نقدروا نحطوا نسكافيه، مغرفه صغيره تاع نسكافيه. هكذا نخلطوا مليح وراح نشرب به هاد الكيكه. يعني هاد الطريقه راح تجي بزاف هايله، وتجينا الكيكه تاعنا تجينا مشمها. نحطها بجيه ونجي نحضر الكريمه ولا صوص الشوكولا. راح نحط كاس ونص تاع الحليب ونزيد عليهم زوج مغارف كبار تاع السكر هكذا، ونزيد هنايا زوج مغارف كبار تاع الكاكاو يكونوا معمرين مليح، ومغرفه كبيره تاع الفرينه. هكذا لازم هنايا دائما نغربلوهم بهذه الطريقه، نغربلوهم ونخلط بارد في بارد، ونحطها فوق النار. نخلطها هنايا مليح حتى نشوف هذيك الفرينه والكاكاو دخلوا مليح في الحليب. بهذه الطريقه نحطهم فوق النار مع التحريك المستمر، نبقاو نحركو حتى اللي تبدا تغلي والكريمه تاعنا تعقد.
بهذه الطريقه. شوفوا هنايا كي تبدا تغلي نحيوها من على النار، شوفوا تحصلوا على هذه الكريمه، شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، ما تكونش ثقيله بزاف. ونزيد لها هنايا شوفوا زوج مغارف حتى ثلاثه تاع هذا كريم ديسير شوكولا. كيما نقدروا نحطوا لها قطع تاع الشوكولا بالحليب ولا شوكولا نوار، نحطوا لها قطع تاع الشوكولا ولا نحطوا غير هذا الياغورت ومع مغرفه صغيره تاع المارغرين هنا باش تعطينا الطراوه وتكون. شوفوا كيفاش راهي تولي لنا الكريمه تاعنا تعطيها هذاك اللمعان وتبقى لنا طريه. هنايا مباشره لازم غير نحضروها وهي سخونه نحطوها فوق الكيكه، الكيكه تاعنا تكون يعني تكون شربت هذاك الحليب وبردت شويه، نحطوا هذا الصوص من الفوق هكذا ونمشيوها، نمشيها كامل مليح بهذه الطريقه. بعد ما نكملها نخليها حوالي 10 دقائق ونعاود نرجع ليها باش نزينها، يعني الطون اللي تشد روحها شويه هذيك الكريمه نزينها هنايا بالشوكولا. هنا رابيت عليها الشوكولا غير بهذاك الموس تاع اللي يقشروا به البطاطا، نزينها كامل. كيما نقدروا نحطوا لها نواة كوكو ولا كاوكاو يكون محمص ومرحي، يكون مرحي شويه خشين ونحطوهم الفوق. هنا التزيين يبقى اختياري. هنا بعد ما بردت وشدت روحها مليح نجي نقسمها كيما راكم تشوفوا، يعني جات من اروع ما يكون، يعني مقادير بسيطه وما يعني ماشي مكلفه بزاف. نحضروا كيكه يعني بحجم عائلي وتجي بزاف بزاف بنينه. هذيك الكريمه راح تمد لها ذوق بزاف هايل وتخليها يعني الكريمه هاد الصوص شوكولا تبقى طريه وتمد طراوه للكيكه تاعنا. شوفوا كيفاش جات يعني مشمخه لداخل مع هذيك الكريمه، كما قلت لكم تجي بزاف بزاف هايله. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش الى عجبتكم جمل للفيديو والى وصفه اخرى باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.